ومن أخبارنا الرياضية، فاز المنتخب الأسترالي على نظيره التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجنوب في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. سجل ميتشيل دوك هدف الفوز الأسترالي مهديا بلاده النقاط الثلاث، فيما تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة.